قام رجل رحال بعرض لعبة على أحد القبائل الإفريقية البدائية، حيث وضع سلة من الفاكهة اللذيذة قرب جذع شجرة، وقال لهم: أول طفل يصل الشجرة سيحصل على السلة بما فيها. عندما أعطاهم إشارة البدء، تفاجأ بهم يسيرون سوياً ممسكين بأيدي بعضهم حتى وصلوا الشجرة وتقاسموا الفاكهة اللذيذة. تفاجأ الرجل ثم سألهم لماذا فعلوا ذلك، فيما كان بإمكان كل واحد بينهم الحصول على السلة له فقط. أجابوه بتعجب: كيف يستطيع أحدنا أن يكون سعيداً فيما الباقي تعساء؟ في حضارة قبائل الهوسا قانون ينشأ عليه الصغار: أنا أكون لأننا نكون. تلك القبيلة البدائية تعرف سر السعادة الذي ضاع من نفوس الكثيرين. السعادة سر لا تعرفه إلا النفوس المتسامحة والمتواضعة التي شعارها نحن وليس أنا.